النهاردة إن شاء الله هنشرح طريقة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلبة الصف الثالث الإعدادي عربي ولغات. أول حاجة هنفتح اللينك الخاص بعمل إيميل موحد، تمام؟ وده اللينك اللي ظاهر قدامنا، تمام؟ ده اللي هندخل عليه عشان نعمل إنشاء إيميل موحد. وإيه فايدة الإيميل الموحد؟ بنستخدم الإيميل الموحد في جميع مواقع التربية والتعليم. بعد ما بندخل على اللينك ده بتظهر لنا الصفحة دي، وبنختار منها حساب الطالب، بنضغط على حساب الطالب. بعد ما بنضغط على حساب الطالب بيظهر لنا، بيقول لنا أدخل الرقم القومي. الرقم القومي ده بيكون على شهادة الميلاد، بيكون 14 رقم. وأدخل كود الطالب، كود الطالب الخاص بيه بسكوليرا. احنا عندنا في سكوليرا عشان ندخل على الموقع بيطلب مننا الكود، ده نفس الكود اللي احنا بندخله هنا، والرقم القومي والكود واللينكات كلها المدرسة هتوفرها لينا على سكوليرا، تمام؟ بعد كده بأكتف علامة الصح هنا وبضغط التحقق من البيانات. بعد كده بندخل على المرحلة اللي بعد كده، بيقول لي عايز رقم موبايل. الرقم الموبايل ده بيكون خاص بولي الأمر، تمام؟ يبقى الرقم الموبايل ده بيكون خاص بولي الأمر، تمام؟ بعد كده بيقول لي البريد الإلكتروني، أي بريد إلكتروني خاص بولي الأمر برضو، وهنا تأكيد البريد الإلكتروني بكتبه تاني هو هو. بعدين بكتب علامة الصح هنا وبضغط على إنشاء حساب. بعد كده بيقول لي تم إنشاء الحساب بنجاح، تمام؟ وبيظهر لي هنا الحساب بتاعي، تمام؟ وكلمة المرور برضو هو بيديهاني، بس أهم حاجة لازم أخلي بالي منها إن كلمة المرور أول حاجة فيها S كابيتال، S كابيتال، ما ينفعش أكتبها S سمول، S كابيتال، تمام؟ طيب بعد كده هدخل بقى على لينك تاني خالص اللي هو اللينك الخاص بتسجيل الاستمارة وطباعتها، تمام؟ ده اللينك برضو الظاهر قدامي، ده اللي أنا هدخل عليه المرة دي عشان أحفظ الاستمارة بتاعتي وأطبعها. بعد كده بيقول لي تسجيل دخول، بضغط على تسجيل دخول، وبعد كده بيفتح الاستمارة قدامي، بضغط على تحميل صورة. طبعا الصورة اللي أنا هستخدمها هحملها لازم تكون واضحة جدا، ويفضل إن هي تكون خلفية شفافة، تمام؟ أو بيضة، لأن الصورة دي أنت هتستخدمها في كل حاجة خاصة بيك، تمام؟ أي استمارة، أي شهادة، أي حاجة هتكون الصورة دي اللي ظاهرة فيها دايما. هنا بيطلب محافظة العنوان، البيانات اللي هي عندي حواليها مربع أحمر دي لازم أدخلها. محافظة العنوان، اسم أو مركز المركز، العنوان بالتفصيل، أقرب رقم تليفون، ده هنا تليفون أرضي وهنا رقم محمول، تمام؟ وهنا عايز مهنة الوالد، تمام؟ بعد كده بضغط حفظ. بعد الضغط على حفظ بضغط طباعة الاستمارة. احنا المفروض ان انت هتجيب لنا الاستمارة مطبوعة، تمام؟ طب ازاي اطبعها؟ اول حاجة هضغط على ايه؟ اطبع الاستمارة. بعد اطبع الاستمارة انا عايز احولها بي دي اف، تمام؟ فانا هختار هنا من هنا البرنامج الخاص بالبي دي اف اللي عندي على الجهاز، بختار بي دي اف وبختار برنت. كده هو حفظه لي بي دي اف على الجهاز. انا هشوف المكان اللي هتعمل لها سيلفي واخدها بفلاشه واروح اطبعها في اي مكان فيه برينتر واجيبها، ويفضل طباعه الاستماره بالالوان. بالتوفيق ان شاء الله.